مباراه مصر وموريتانيا، مباراه قويه جدا. اتمنى من اخواني واخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا، واهلا وسهلا بالجميع. يتصدر المنتخب الوطني المصري مجموعته بالتصفيات الافريقيه المؤهله للكان بالعلامه الكامله برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنه في المباراه الاولى على كاب فيردي بثلاثيه نظيفه، ثم فاز في الجوله الثانيه على بوتسوانا بربعيه نظيفه خارج الديار، وذلك قبل خوض الجوله الثالثه في المجموعه امام موريتانيا الذي احتل المركز الثاني في المجموعه برصيد 3 نقاط. مباراة قوية جدا تجمع المنتخب المصري والمنتخب الموريتاني. أتمنى من الأخوة الحضور وضع اللايك والاشتراك. طبعا هذه تصفيات مؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 التي ستجري في المغرب. أتمنى الجميع وضع اللايك والاشتراك في القناة. حيث القائمة المصرية تضم محمد شناوي، المهدي، سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيع، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بكهام، خالد صبحي، محمد حمدي، شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد حمدي، فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد، زيزو، نبيل عماد، دونجا، محمود حسن، تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك في القناة.